شركة نظام البرادع وشركاء شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست سنة 1999 وتم اختيار الاسم التجاري المستقبل للصناعات البلاستيكية والورقية. بعد الدراسات المستفيضة لاحتياجات الأسواق الأردنية من مادة الأكياس البلاستيكية، فقد قررنا دخول هذا المجال. إن مجال الاستثمار في الصناعات البلاستيكية واسع ويحتاج إلى مواكبة التطور لاختيار الماكينات البلاستيكية، فكانت زياراتنا متكررة للمعارض الدولية لاختيار هذه المكائن، وهذا جعل مسؤوليتنا في المستقبل للصناعات البلاستيكية كبيرة لاختيار معداتنا من أفضل الصناعات. تم اختيار أفضل الآلات والماكينات البلاستيكية لكي نتميز بمنتج عالي الجودة والكفاءة. المستقبل لصناعة البلاستيكية تقوم باستيراد المواد الخام من دول الخليج العربي، حيث نستخدم هذه المادة في صناعة الأكياس البلاستيكية. يتم وضع هذه المادة عبر الماكينات المستحدثة للصناعة، حيث أن الشركة تمتلك مجموعة من الماكينات الصناعية الحديثة، وبناء على طلب الزبون يتم تحديد الألوان والأحجام والسمكات الخاصة بهذا الطلب. خطوط الإنتاج التي تعمل بتقنية عالية وحديثة تنتج جميع أنواع الأكياس البلاستيكية بجميع مقاساتها وأحجامها وألوانها. ويتم تحويلها عبر الآلات المتخصصة لتقطيع هذه المادة على حسب الطلب، ويتم تعبئتها وتغليفها وإرسالها إلى العميل حيث وجد. المستقبل، نحن معكم للمستقبل. نحن وجدنا لننافس، لنبقى في المقدمة. نتيجة التحول العالمي للمحافظة على البيئة ولدت فكرة مشروعنا الجديد المستقبل لصناعة الأكواب الورقية. وفي الأرض التي تمتلكها الشركة وتقدر مساحتها ب 11,000 متر مربع، تم تجهيز وتخصيص مبنى خاص لصناعة الأكواب الورقية. المستقبل لصناعة الأكواب الورقية تقوم بعمل التصاميم اللازمة التي تتناسب مع عملائها. ويبدأ عملها بطباعة هذه التصاميم على كرتون خاص، ومن ثم يتم قصه وتشكيله بأحجام أكواب مختلفة حسب طلب العميل. وبعدها تتم عملية التعبئة أو التغليف أوتوماتيكياً. المستقبل للصناعات البلاستيكية والورقية استطاعت أن تنافس بمنتجاتها المتميزة السوق الأردني، وتجاوزت ذلك إلى الأسواق العربية وشمال إفريقيا وأمريكا وأوروبا. المستقبل للصناعات البلاستيكية تعتمد بالدرجة الأولى على العمالة الأردنية المؤهلة، وتقوم المستقبل بعمل الدورات التدريبية اللازمة للتأهيل.
يدا بيد، المستقبل طموح بلا حد.